سلام بينسى الما وسلام بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام قصتنا هذه يوميه توصف لنا حاله الناس واحلام حلوه وجيه ما بينسى الما وسلام قصتنا هذه يوميه توصف لنا حاله الناس واحلام حلوه وجيه لما انسانا طيبه وكلها ذوق وحنيه لما انسانا طيبه وكلها ذوق وحنيه همها تساعد الناس بكل امانه وعفويه همها تساعد الناس بكل امانه وعفويه بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام اهلا وسهلا عيسى كيف حالك كيف تجي عندي خير هتقول لي في مشكله ثانيه في السوق ايش رايك تجي عندي وبالمره تشرب فنجان قهوه مفاجاه طيب ضروري الحين تجي عندي عمي انتظرك يلا طيب مع السلامة تفضل يا أخويا عيسى تفضل أحسنت 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 أزيدك أحسنت زين مرة فنجان بعد مرة أحسنت الله يخليك يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بيك يا مرحبا أخير قلت اللي عندك مفاجأة المفاجأة إن إن شاء الله بكرة المحلات راح تفتح مثل ما قالت سلمى الحمد لله رب العالمين أما هذه سلمى والنعم فيها وعدت ووفيت زين إحنا لازم نسوي شيء علشان سلمى حلقة يا أخوي نشكرها هو الشكر زين بس أنا أقول نسوي شيء أحسن من الشكر أنا عندي فكرة إيش هي باكر لازم نروح عند التجار اللي وقفت معهم سلمى ونروح نشكرها زين وأنا بعد عندي فكرة ثانية قول ايش هي؟ ايش رايك نسوي احتفال؟ والله سلمى تستاهل اكثر من الاحتفال. زين، عاد انا بخبر كل التجار ونرتب الامور معهم. وانا برتب امور كامله. زين، الحين انا بستأذن. استريح يا اخوي يا عيسى، استريح. ماشي وقت عشان اخبر كل التجار بالامور اللي بتصير. طيب نوبة زين. يلا. استأذن عنك. احسنت الله يخليك. لك ان شاء الله. مع السلامة.
بسم الله عليك يا اختي، ضربوك بعين بعين ما صلت على النبي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الواحد ما يقدر يسوي شيء في هالبلاد؟ يحسدونه؟ الله يعافيك يا اختي. ها دكتوره بشري، شوية تعب وطاقه. الحمد لله طمنا عليك. طمنوا، إن شاء الله راح تصير زينة. والله يا جماعة سلمى كانت عزيزة علينا. صدق إني ما أنسى مواقفها ما دمت أنا حي طول عمري. والله كانت تساعد الصغير والكبير، والله مسكين. ساعدت الحريم وساعدت الرجال والعجايز والشياب والصغير والكبير. الله يشفيها بس، الله يشفيها يا رب. هي والله يا اخوي الله يشفيها. ابي اعرف سلمى طاحت طيحه ربنا ولا حد ضربها بعين؟ سلمى لاحيتها بخير، ايش اللي خلاها تمرض؟ ماتت يا جماعه. سلمى طاحت على الارض، زين ان الشباب مسكوها، ما نعرف ايش كان بيصير. الحمد لله على سلامتها، ونشكر الله على سلامتها يا اخوان. يا رب يا رب رجع لنا سلمى يا رب، واشفيها من المرض اللي هي فيه يا رب العالمين. سعيد، ها ايش صادني؟ عينه ما صلت على النبي. حديد يا دكتوره، حديد ملتوي، ما اقدر احرك رجولي. اجر عافيه ان شاء الله، باكر احسن من اليوم باذن الله. سعيد بكتب لها دواء، خليها تاخذه بانتظام، ان شاء الله راح تصير زينه. مشكوره يا دكتوره، ما قصرت. رحم الله والديش يا دكتوره. والديك سلام. تعال عندي. انا عندش ما عندش. جرب ويجرب عند امك. سالم حبيبي تعال حياتي، تعال حياتش. انا ما حياتش. الجماعة تراهم كلهم موجودين. أي جماعة؟ ربعنا أهل الحارة جايين يطمنون عليك، اللي أنت ساعدتيهم. وين الجماعة؟ دخلوا على الوالدة يسلموا عليها. زين أبوي دير بالك على أمك، أنا ساير أتكس. حياك. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام. ها والخيبة، شو يعبدك هني بعد؟ ايش فيك يوم انك تشوفني تضايق وتحلطم؟ ليكون تصير مثل اختك سلمى. لا مو متضايق، خير. شو تبين؟ خير بيك، بسأل عن سلمى. انتي تسألي عن سلمى؟ ليش؟ صدق انها صديقتي اللدوده. وانا جاي اسال عنها واتطمن عن حياتها. ما دام هي صديقتك اللدوده وحبيبتك اللي تحبينها، زين شو تبين فيها عين؟ سعيد اشوفك صرت تحدف الكره بمرماي. اسمعي عادتي، انت لا تصلحي الملعب ولا تصلحي جولتش ولا تصلحي حارس مرمى ولا دفاع ولا حتى حكم. سمعي، مالك شغل في اختي انا. لا والله. ايه سعيد. ترى حط بالك مني. بعطيك الكوع العسل الحين. عمي سعيد طين ريال. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت وكل مكان تطلع لي. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل. من رامية. ها
احسنت. حياك. شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا يا جماعة الخير، ما علي ما علي منكم، شوفوا شوفوا الخبر، خبر اختي سلمى في الجريدة، شوف شوف خير. شو فيها؟ شو فيها؟ هاي مشكلة، مشكلة وطبت على راسنا يا ريان. ليش يا سعيد؟ افا عليك، هذه سلمى بارك الله فيك، ما تعرف سلمى؟ طلعوها في قسم المجتمع بعد. الله يساعدنا يا اخوي سعيد. امين امين يا رب العالمين. سلمى هذا الخبر بورطك مع الناس، وانت تعرفين الناس في الحاره يحبونك. بالعكس راح تتاكد من الناس اللي قلوبهم معانا ما هم بالكلام. واليوم اذا حبتك الناس خير وعافيه. العافيه ان الناس تحبك وانت بعد تحبينهم وتساعدين الناس والناس ساعدهم. أمس قبل 10 دقايق كنتي تمشين وما فيك شيء، ومن ثانية واحدة طحتي، شفتي كيف؟ أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. أنت ليش مزعل نفسك؟ خلي الأمور تمشي طبيعية واللي يصير يصير. أنت خايف؟ لا ما خايف. إذا توكل على الله وشيل الهم من قلبك ما دام تبغين هالشكل، برايش؟ وي وي وي، سلمى حاطينها بالجريدة؟ وجه القهر، أخ، مو يصير، مو يصير، أوي القهر، يعرضون وياها بالجريدة وأنا هاللسان الحلو وهالشكل الحلو هالفيس الحلو ما يعرضون بالجريدة ويعرضون ويه ويه سلمود جاي كرة بالجريدة. يا قهر. شفتي يا سلمى؟ شفتي المشكلة اللي جالس أنا أتكلم عنها إيش كبرها؟ شفتي يا سالم الناس قاعدة تسوي؟ كلهم حياهم الله واشكرهم على حضورهم ولا تقصر معاهم. أمي حاطي لهم دفتر. دفتر؟ كيف؟ هذا مخ مو هو بطيخ. عيل تبيني أصطف له الحارة وسلم عليهم؟ ولا أنت تقدر توقفي لهم؟ نعم ولا حتى أنت. زين وبعدين؟ حطينا لهم دفتر يكتبون أسماهم وأرقام تليفوناتهم وبلاي ستيشن مثل هذا، شرايط دفتر يوقعوا فيه؟ الوقت يا سلمى يطلب الآن من المعاملات التجارية الحديثة المطورة الاتصالات التكنولوجية والاستراتيجية. هذا خالك إيش جالس يقول؟ ما أدري، يمكن هو يقدر يشرح لك أكثر. أنا ما أعرف. ليخلص الجماعة بشرح لكم. يا راسي القهر القهر لا 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 القهر حطوها بالجريدة وما يحطوني. يا القهر. وحط اسمي بالصفحة الأولى. ويا حسرتي من يسأل عني غير النطيحة والمتردية هذول هم ربعي. يا ريولي وينها هذه؟ وين حطيتها أنا؟ وين تعالي بعد عمري تعالي. الله من هي هذه؟ لا هذه وحدة لو أجم. ها
حسن؟ ايش فيه وجهك مشمخذك؟ سلامة يا سالم، سلامة. سلامة شمخذتك بس سنانية؟ ايش بينك وبينها عداوة؟ اسمعني، أنا جايتك أباك توصلنا عند الوالدة الحين. الوالدة؟ حياك حياك حسن، تفضل مجلس، تفضل. تفضل، تفضل مجلس. أب خالي؟ أشوفك بروحك جالس في الصالة. خير إن شاء الله. طبعاً بروحي جالس، ما عندي حق مسكين. أقول لك شيء، أنت تارك المحل وجاي البيت شو تسوي؟ أنا كعب حسن وأنا عبد الرزاق البيت. أكيد أراد التليفون النقال ولا أنت بايع لنا ساعة؟ عفا عليك خالي، أنا الحسن ترى، أنا الحسن. هو جاي وشايف شكله كيف إنه مشمخ. شمخ؟ شو بلا مشمخ؟ وش يبغى الحين؟ باغي هون باغي يشوف امي. يبغى يشوف امك؟ اسمع هذا ابوي لازم، لا 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 لا، هذه المساله فيها شيء، ها؟ لازم اسير اطالع العيال. انا بنا اروح انادي امي. سامحيني يا سلمى، ترى مو انا السبب. قبل ما سامحك على اي شيء قولي، ايش هذه الجروح اللي على وجهك؟ كيف استويت؟ كيف انت كنت تلعب مع السنانين؟ لا لا، هذه سلامة. وي وي وي، سلامة؟ سلامة سلامة ما غيرها؟ ايه. طب انت جايبني من الدكان تقول حال امي انا سالفة هي قدامك، قولي لها. ما تزعل عليه سلمى؟ قول يا عيوني، أول أسمع السالفة وبعدين أقرر إذا كنت أزعل ولا لا. شافتني السلامة؟ اللي أعطيتني كاس الماي، لكن هي ما قالت لك عن حبوب المنوم؟ قالت لا تخاف على سلمى، انت بس أعطيها حبتين الحبوب هذول، ها؟ وبيساعدنها وبينشطنها لأنها باين عليها تعبانة من الوقفة. يعني هاي التخطيط اللي صار وطيحتها قدام الناس والدكتورة والإبرة والناس اللي يمرون يطمنون عليها وتقولي لا تخاف على سلمى. اخ يعني لو تبغى تسوي شيء في سلمى شو بدي منها؟ بدفع رشاش؟ تعرف كيف يا اخو؟ قول الله الله. سالم اسحبها، ما اسكنها لك نفسك. خلا سير اصدر امك. حاضر حاضر. فرحانة لأنك بغيتي تذبحيني. وعظم الشهوات، ما تخافي من ربك؟ حرمة وقفت وياك، ساعدت بنت حارتك، حرام عليك اللي سويتي فيها. وتصرفت وكأنها عدوة، ما كأنها بنت الحارة. هذه بنت الحارة؟ هاي ناقة الحارة هذه. وربطناها سلامة، وعلقناها سلامة، وعبطناها سلامة، وعلقناها سلامة، وعلقناها سلامة، وربطناها سلامة. هوش 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 هوش. برايك انت؟
وسلام بينسى الما وسلام بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية وصب لنا حالة الناس وحلام حلوة وجية بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية وصب لنا حالة الناس وحلام حلوة وجية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية همها تساعد الناس بكل أمانة وعفوية همها تساعد الناس بكل أمانة وعفوية بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام سلامة بصف شرمة الوطنية ما بينسى الما وسلامة ما بينسى الما وسلامة